مساء المودة والسعادة والتقدير لكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم 7 على 7 على قناة الفجيرة مطلع الشمس. ومثل ما عودناكم من الإمارات 7 وفي تمام 7 نأتيكم في أخبارنا ومواضيعنا. وأول خبر عندنا اليوم يقول: عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واعتمد إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، والموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة كاتب العدل. وتسهم هذه المراسيم في تسيير تقديم الخدمات للمتعاملين بما يحقق رؤية الدولة في التحول الرقمي الذكي للخدمات الحكومية، وذلك من خلال تفعيل مفاهيم الحكومة الإلكترونية لخدمات التقاضي وكاتب العدل، وبما يضمن السرية والسرعة والمرونة وفقاً للوائح وسياسات أمن المعلومات النافذة في الدولة، وذلك على المستويين الاتحادي والمحلي. كما تضمنت تعديلات قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية إدخال تقنيات الاتصال عن بعد ضمن إجراء الإثبات، وبما يضمن التسهيل على كافة الأطراف المعنية في هذه المعاملات، ويمكنهم من تسيير معاملاتهم في جميع الأوقات ومختلف الظروف، وتبسيط وإزالة القيود في الكثير من إجراءات الإثبات. كما تضمنت التعديلات أحكام أخرى، وذلك في ضوء الجهود الحكومية لتوفير بيئة آمنة ومستدامة لممارسة الأعمال والمعاملات، وضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والمعاملات الإلكترونية في تسيير هذه الأعمال. أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن اعتماده للمبادرة الهادفة لتعليم أساسيات الشطرنج من خلال تغطية أكبر شريحة من المجتمع عبر منصات التواصل الافتراضي، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله، وتحت عنوان مبادرة تعليم 20,000 شخص حول العالم أساسيات لعبة الشطرنج. وفي هذا السياق يقدم مجلس إدارة النادي بأسماء آيات الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة للرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة لنجاح المبادرة، وبما يعكس مكانة الإمارات عالميا ورغبة إمارة الفجيرة للتميز في كافة الجوانب ومنها الشطرنج. وللمزيد نتابع هذا التقرير. مبادرة نادي الفجيرة للشطرنج هدفها استقطاب وتعليم 20,000 شخص لعبة الشطرنج. المبادرة هذه تستقطب أصحاب الهمم، الأيتام والأشخاص العاديين، طبعا نتكلم عن جميع فئات المجتمع. الدورة الواحدة تحتاج إلى 6 ساعات مقسمة على 6 جلسات، مدة كل جلسة 45 دقيقة كمحاضرة يلقيها المحاضر، أما آخر 15 دقيقة من الجلسة تكون مفتوحة للأسئلة والاستفسارات. في الدورة الواحدة يتم فتح مجال مشاركة 95 لاعب، والتالي فإن الوصول إلى 20,000 لاعب يحتاج إلى 211 ساعة. في نهاية كل ساعة تدريب يتم طرح سؤال من قبل المحاضر، وترسل الإجابات إلى البريد الإلكتروني للنادي، حيث سيكون سحب في المحاضرة التي تليها على الجائزة نقدية للفائز واحد من أصحاب الإجابات الصحيحة.
وفي نهاية كل دورة يتم طرح سؤال أو عدة أسئلة لقياس مدى استفادة متابعي الدورة، حيث سيكون هناك جوائز نقدية للفائزين الثلاث الأوائل من أصحاب الإجابات الصحيحة، وستكون هناك جائزة مالية كبرى قيمة جدا للفائز واحد على مستوى جميع الدورات. طبعا الدورة هذه الهدف منها أن ننشر ثقافة الشطرنج. طبعا اليوم نتكلم على الشطرنج، هدفه أن نبرز دور الشطرنج وما يحققه من استراتيجيات استشراف المستقبل، جميع الآليات اللي يمكن الأشخاص العاديين ما يعرفون عنها، فتكون هناك قيمة مضافة للمجتمع من هدف تحقيق الأهداف وتحقيق الرؤى المرتبطة بالنادي ومرتبطة بالاتحاد الدولي للشطرنج، واللي هي نشر ثقافة الشطرنج. اليوم هدفنا الاستراتيجية أيضا رفع نشر ثقافة الشطرنج في الإمارة. طبعا هناك في مشاركة، احنا محطين 2000 كرسي لأصحاب الهمم والأيتام، يكون لهم دور ان يلعبون، يكون الناس موجودين في المجتمع. طبعا اليوم نتكلم على وضع الموجود السائد حاليا، وضع الكورونا، فهناك اكثر نشوف ان هذول الاشخاص محتاجين الى عنايه ورعايه اكثر، والى ان يكون عندهم وسائل يطورون في مهاراتهم وهم موجودين في بيوتهم، فقلنا هاي المبادره بتساهم في جذبهم في لعبة الشطرنج. طبعا المبادرة التدريب تكون هناك بسبع لغات، هي العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، الصربية، الهندية. جعل رياضة الشطرنج أكثر شيوعا لدى العامة منعكس إيجابيا على تصرفات الأشخاص الذين يمارسون رياضة الشطرنج، سواء كانوا طلابا في المدارس أو يمارسون أي مهنة أخرى حسب ما أثبتت عدة دراسات. طبعا نتكلم عن بعد من هم الطاقة الإيجابية اللي بتكون موجودة عندهم، بساعد الأيتام وأصحاب الهمم في زيادة طاقتهم الإيجابية. طبعا نتكلم حل المشكلات، أهدافها أن يكون هناك تطوير مهارات حل المشاكل، تطوير الإبداع وتحسين التركيز، تطوير التفكير المنطقي، تعزيز الذاكرة. أصدرت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مؤخراً جواز السفر الطبي المخصص للأشخاص ذوي متلازمة داون، وللحديث عن الموضوع بالتفاصيل أكثر نرحب بالدكتورة سامية محمد صالح، مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. دكتورة سامية، مساك الله بالخير، والله يعطيك الصحة والعافية. أهلاً وسهلاً فيكم، أهلاً فيك كثيراً أخوي. الله يسلمك يا طويلة العمر. دكتورة، الهدف من جواز السفر الطبي المخصص للأشخاص ذوي متلازمة داون؟ طبعاً قبل ما أحدثك عن الهدف، أساساً هذا الجواز تم إصداره ضمن الفعاليات والأنشطة الخاصة بشهر أكتوبر، وهو شهر خاص بالتوعية بمتلازمة داون. وطبعاً مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حريصة جداً على تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية، بالإضافة للجانب الصحي بالذات للأشخاص من ذوي متلازمة داون، لأن هذه الإعاقة تفرض نوع معين من التحديات أو المشاكل الصحية. الهدف من الجواز هو كان ضمان المحافظة على صحة الأشخاص من ذوي متلازمة داون، ويتم هذا تحقيق هذا الهدف من خلال متابعة أولياء الأمور للفحوصات الطبية اللي مفترض يقوموا بعملها لأبنائهم من ذوي متلازمة داون وفق لتواريخ محددة. فالهدف الأساسي هو المحافظة على صحة هؤلاء الأطفال. جميل، وما هي الخدمات التي يوفرها جواز السفر الطبي؟ أوكي، هي جواز السفر لا يقدم أو لا يوفر خدمات بالمعنى الحرفي، لكنه يوفر إرشادات تساعد الأسر على أن هؤلاء الأطفال لديهم عدد من الفحوصات الطبية مخصصة بتواريخ محددة. يجب أن الأسرة تكون على وعي وإدراك بهذه الفحوصات وعلى التواريخ التي يجب إجراء الفحص فيها وعدد المرات التي يجب فيها إجراء
الفحوصات. فالفكرة هي فكرة إرشادات أكثر من هي خدمات بصورة مباشرة. وما هي الخطوات الواجب على أولياء الأمور القيام بها بهدف الاستفادة من الجواز؟ أوكي. طبعاً الجواز هو فيه أول حاجة صفحة بتحتوي على معلومات أساسية، مفترض ولي الأمر يكون مالي هذه المعلومات بدقة. في الجواز في مجموعة من الفحوصات الطبية والتواريخ المناسبة لها. مفترض الخطوة الثانية إنه ولي الأمر يتأكد من إنه هو عمل الفحوصات لأبنائه بصورة سنوية وفق التواريخ المحددة. بعد كده مفروض يتابع نتائج الفحوصات، إذا كانت إيجابية هذا شيء بيطمئن، وإذا كانت سلبية عليه المبادرة في إنه يتجه للخطوات العلاجية وحل المشكلة قبل أن تتفاقم هذه المشكلة. جميل. وكلمة أخيرة دكتورة تودي توجهينها للمشاهدين والمعنيين بمتلازمة داون. أوكي. الكلمة الأخيرة إنه الأطفال من زاوية متلازمة داون هم في الأول أطفال قبل أن يكونوا من زاوية متلازمة داون. صحيح. إحنا حريصين جدا إنه نوجه الأسر لعمل الفحوصات الطبية للأطفال بصورة عامة والأطفال من زاوية متلازمة داون بصورة خاصة. ليس الهدف هو تخويف الأهالي، إنما الهدف هو الحرص على متابعة الحالة الصحية، لأنه زي ما ذكرت في الأول طبيعة الإعاقة تفرض بعض التحديات الصحية الموجودة لهؤلاء الأطفال. كل ما كان الاكتشاف للحالة الصحية متأخر والتدخل متأخر ممكن أن يؤثر سلبي على الحالة الصحية، وبالتالي يؤثر على كل الجوانب بالنسبة للطفل. فنأمل من الأسر ومن المختصين ومن الأطباء توجيه الأسر لأهمية الفحوص الطبية للأطفال. يعطيك ألف عافية الدكتورة سامية محمد صالح، مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وفاد ربي فيكم البلاد والعباد، ويأجركم على ما تقوم به من أفعال طيبة وتوعية أولياء الأمور في متلازمة الدعم. شكرا لك. يعطيكم العافية أخوي. الله يعافيك، يا مرحبا وسهلا. شكرا شكرا. إذن مشاهدينا فاصل وبنرجع نواصل، تريونا. حياكم الله مشاهدينا، ومعاكم مستمرين في 7 على 7. وتستعد إدارة مراكز التنمية الأسرية في الشارقة بإطلاق مبادرة ميثاق 24 للتسامح بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف في 16 من نوفمبر لعام 2020 لتعزيز الصلات الاجتماعية القوية والحيوية بصورة مبسطة بين أفراد المجتمع. وللحديث أكثر حول الموضوع معنا في الاستديو الأستاذة مريم عبد الله الشرف، رئيس قسم الإعلام بإدارة مراكز التنمية الأسرية في الشارقة. مرحبا وسهلا فيك أستاذة، ومساك الله بالخير ونورتينا في استديو 7 على 7. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا فيكم. الله يعطيك الصحة والعافية. ميثاق 24، شو هذا الميثاق؟ قبل ما أتكلم عن ميثاق 24 ساعة أشكركم على هاي الاستضافة، وأشكر تلفزيون الفجيرة هي وجميع قنوات التلفزيونات وإذاعات دولة الإمارات الداعمة للمؤسسات المجتمعية وإدارة مراكز التنمية الأسرية بشكل خاص. واجبنا الله يسعدك. ميثاق 24 ساعة هو ميثاق انبثق من فكرة من محور من محاور الأساسية لحملة الوطن أسرة التي أطلقتها إدارة مراكز التنمية الأسرية في بداية هذا العام تحت شعار الأسرة أمان يريدها سلطان. هذه الأسرة أمان يريدها سلطان. جميل. نعم. وفي محور طبعا أكيد في الأخير بنتكلم عن الحملة بإذن الله، لكن هذا الميثاق يأتي كفكرة ضمن محور تعزيز الصلات الاجتماعية القوية، وسيكون بإذن الله عبارة عن ميثاق إلكتروني ينشر عن طريق حسابات إدارة مراكز التنمية الأسرية ومواقعها، جميع مواقعها في التواصل الاجتماعي وفي الموقع الإلكتروني، إلى جانب دعم سينشر يعني الميثاق الإلكتروني هذا عن طريق المؤسسات الداعمة لإدارة مراكز التنمية الأسرية. ممتاز. على شو ينص الميثاق؟ الميثاق ينص كعبارة سارع واصفح وتسامح
مع لتكن من المتسامحين. اذا يعني النص العباره يمكن انا ما متذكرتها عدل لان بعدنا ما خلصنا موضوع يعني الموضوع ان شاء الله سيكون خلال سباقين احنا أيوة في الموضوع أيوة الحمد لله. فاتعهد يعني الشخص اللي بيدخل في الرابط مكتوب اتعهد ان اتسامح مع نفسي ومع اسرتي ومع اقربائي ومع الاصدقاء وسأكون من المتسامحين. يعني هذا تقريبا نص الميثاق. طبيعي لو تسامح مع نفسه بيكون متسامح مع المجتمع ومع اللي حوله. إيه قضية الثقافة يعني. نعم أكيد جميل. ثقافة تختلف من 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 شخص لآخر، معتقدات وسلوكيات تختلف من شخص صحيح. لآخر بالضبط. نعم. بالضبط. من وين جاءت هذه أو فكرة هذه المبادرة؟ نعم، إدارة مراكز التنمية الأسرية قبل أن تقوم بأي مبادرة أو بأي حملة أو قبل بدء العام تقوم أكيد يعني بعمل يعني مثل عشان نكون واضحين بالضبط، يعني طلعت من مختبر الإبداع. هاي المختبر الإبداع اللي نحن قبيل الحملة نحن قمنا ب عصف ذهني بالضبط، مختبر الإبداع قمنا بعصف ذهني. من خلال العصف الذهني طلعنا بمجموعة أفكار إبداعية وابتكارية، كانت من بينهم فكرة ميثاق 24. أهداف الميثاق أهداف الميثاق صراحة هي يمكن ضمن أهداف الحملة، وأيضا من ضمن أهداف التي يعني ترجو وتصبو إدارة مراكز التنمية الأسرية في تحقيقها. أهمها يعني المحور الأساسي هو محور تحقيق الصلاة الاجتماعية ونشر ثقافة التسامح، تحقيق التلاحم الأسري، إلى جانب نشر الوعي الإيجابي اللي هو بالتالي يحقق بناء الشخصيات ويجعل من الناس شخصيات سوية تتعامل مع بعض باحترام وبسلوكيات يعني سوية تساعد على الاستقرار ونماء المجتمع. ما شاء الله عليكم، يعني أفكار جدا جميلة. طيب أهداف الميثاق، يعني دام أنتم عندكم هذه النظرة ودخلتوا في عصف ذهني أكيد رسمتوا لأهداف معينة، تكلمين عن أهداف الميثاق. الأهداف الميثاق اللي ذكرتهم الحين، إحنا الأهداف الميثاق اللي مثل ما قلنا تعزيز الصلاة الاجتماعية إلى جانب نشر ثقافة التسامح وتحقيق التلاحم الأسري من خلال مبادرة الجمهور في المشاركة في هذا الرابط أو المشاركة في ميثاق 24 ساعة ممكن نحن نحقق هاي الأهداف. هاي الأهداف اللي نحن نرجو ونصب أن نحن نحققها من خلال مشاركة الجمهور في وصلتوا لهذه الأهداف بعد مشاركة الجمهور وصلتوا لهذه الأهداف هل هناك تبعية لهذه الأهداف أنتم ناويين تستمرون عليها أم بتكتفون أنك توصلون لهذا؟ نحن نطمح ونحن عندنا أهداف نتمنى أن نحقق أهدافنا بشكل أو بآخر. أنت عليك أنك تنشر الوعي، أنت عليك أنك تساهم، نحن جهة مجتمعية تعمل وتحاول أن تصل للجمهور بشتى الطرق، ها أسلوب أو طريقة للوصول إلى الجمهور بشكل يعني مختلف، يعني غير تقليدي، غير عن الدورات التقليدية، غير عن البرامج أو الفيديوهات صحيح. التوعوية بالضبط. شكل آخر يعني وسلوك يعني نطمح فيه ونأمل يعني سلوك حتى الدولة تطمح فيه، ثقافة الدولة تسعى أن تحققها بين شعبها وجمهورها. نعم وضعت وزارة للتسامح طبعا. نعم هي بالدليل أن احنا عندنا وزارة للتسامح. الفئة المستهدفة من الميثاق أستاذة؟ الفئة المستهدفة هي كافة فئات المجتمع، كافة الشرائح، يعني حتى إذا تكلمنا قلنا هو مثلاً حق الفئة اللي فاهمة كيف تتعامل مع هذه الثقافة، لكن في نفس الوقت هذه الثقافة تنقل من شخص لشخص آخر صحيح. عندك الأب ممكن ينقلها لابنه ويخليه يشارك يعني الإخوان يخلون كذلك يعني البيت يعني الإخوان الكبار لإخوانهم لأصدقائهم بالضبط بالضبط. فهي يعني تخص كافة فئات المجتمع. أنا أتوقع أن بتلاقي انتشار كبير إن شاء الله، يعني إن شاء الله بإذن الله فكرة نتمنى. جميلة وفريدة نتمنى يعني بإذن الله. كيف سيتم تفعيل انتشار الميثاق؟ نعم كيف سيتم تفعيل انتشار الميثاق عن طريق طبعا احنا عقب ما نحن بنطلق ان شاء الله بيوم التسامح العالمي من هذا الشهر 16 من الشهر الجاري. نعم باذن الله سنطلق هذا الميثاق عن طريق مواقع وحسابات إدارة مراكز التنمية الأسرية وحسابات الإدارات الداعمة،
وبإذن الله يعني ممكن أن احنا نستمر كذا يوم في نشر هذا في وقت معين حطيته للنهاية أم أنه هو مفتوحة؟ أصلاً الميثاق فكرته أنه يكون 24 ساعة لكن نأمل أن احنا يعني نخليه يستمر كم من يوم حتى يشارك فيه يعني عدد كبير أكبر عدد ممكن من الجمهور. جميل والله يا ليت لو تخلونا على السنة على طول يعني إنه شغال لأن فعلا الناس محتاجة. هو المفروض لمدة 24 ساعة لكن عشان نعطي فرصة أكبر للجمهور أنه يتفاعل ويشارك ممكن حد يخبر شخص آخر يعني وتنتقل الفكرة أو الموضوع من شخص لآخر فلذلك سنترك المجال يعني أيام حتى يستطيع الناس المشاركة. ممتاز. كيف بتقيسون الأثر أثر الميثاق إن شاء الله بعد؟ طبعاً هذا الأثر لن يقاس إلا عن طريق معرفة عدد المشاركين في أو المتفاعلين مع الرابط. جميل يعني بس من خلال الرابط بالضبط عدد المتفاعلين كم متفاعل دخل اليوم وكم واحد سجل وكم واحد تعهد بهذه الطريقة يعني نحن ممكن أن احنا نقيس الأثر. الهدف من ما بقول الهدف ولكن حرصكم أنتم كمؤسسة ودائرة حكومية رسمية بنشر ثقافة التسامح في المجتمع الهدف منها الغاية منها شو بتقولين للناس في هذه النقطة؟ يعني عموما إذا بنتكلم عن التسامح التسامح هو سلوك سوي ويعني وجميل وينتشر بين يعني أفراد المجتمع كلنا على حسب ثقافته ومعتقداته ونفس في نفس الوقت هذا السلوك يعني ممكن أن يعني يقلل الكثير من السلوكيات الغير سوية والصراعات الداخلية عند الإنسان. لذلك يعني أتت هذه الفكرة لتدعم محور الصلات الاجتماعية اللي هي تهدف أنها هي تنشر مفهوم الاحترام والتقدير والقيم والسلوكيات السوية ومن بينها التسامح مبدأ التسامح بين الناس. ومثل ما قلنا يعني إحنا دولتنا معروفة بهذه القيم وتركز على هالقيم قيم التسامح قيم التصالح قيم يعني العلاقات والاحترام بين كافة أفراد وشرائح المجتمع من يعني أصول من ديانات. فلذلك يعني هذا الشيء سيحقق الحمد لله بإذن الله التلاحم الأسري إلى جانب أنه سيحقق يعني الاستقرار المجتمعي يعني والأمان والنماء بإذن الله. جميل وهو نهج تسري عليه الحكومة من, طبعًا من طبعًا قيام الدولة وقبل قيام الدولة. ولكن ما أود أن أسأله أستاذة في جنسيات نفس ما ذكرتي يعني هناك أصول وعراق و200 جنسية في الإمارات هل كيف بتتوجهون بتخاطبون هذه نحن صراحة عشان أكون يعني صريحة وواضحة أن الميثاق هذا سينطلق باللغة العربية للفئة الناطقة باللغة العربية يعني للعرب. نعم جميل. لكن يعني إن نحن حتى ننشر هذا المفهوم بين الناس يعني العرب هذا شيء مهم يعني أكيد. يعني والجمهور العربي يعني والمقيمين العرب والمواطنين العرب وليس بقلة في الدولة يعني الأغلبية بالفعل. جاء الميثاق ضمن فعاليات حملة الوطن أسرة التي تنظمها إدارة مراكز التنمية الأسرية نلقي الضوء قليلاً. نعم طبعاً حملة الوطن أسرة تحت شعار الأسرة أمان يريدها السلطان أطلقتها إدارة مراكز التنمية الأسرية في مطلع العام الجاري. طبعاً إحنا اهتماماً منا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس لشؤون الأسرة. يعني ارتئينا في هذا العام أن نقوم بهذه الحملة حتى نستطيع أن نقدم من خلال هذه الحملة العديد من المبادرات والبرامج التي من خلالها أيضاً نستطيع أن نحقق أهدافنا. ركزنا في هذا وطبعاً الحملة بإذن الله ستستمر حتى العام القادم بإذن الله لكن إن شاء الله. في السنة هاي يعني هي طبعاً تحت نفس الأهداف لكن السنة القادم في العام القادم ستكون بمحاور جديدة أخرى. يعني ركزنا في هذا العام على المحاور الأربعة اللي هي منظومة القيم الداعمة للتربية زائد بناء الشخصية الإنسانية زائد منظومة تطوير العلاقات الزواجية زائد بناء وتعزيز الصلات الاجتماعية القوية. جميل جداً.
هل الجائحة أثرت على بعض الأنشطة الموجودة وخصوصا يعني أنتم أطلقتوا الكثير من بداية السنة؟ نعم. والحملة بالتحديد يعني. نعم. هل جائحة كورونا؟ طبعا نحن في أصلا الجائحة بدأت مع بداية المبادرات، فيعني طبعا في البداية يعني أكيد الجائحة يعني هاي بدأت مع كل حاجة، ما وقفت كل شيء بالضبط يعني. هي كانت لأنها في بداية العام، فبالتالي يعني نعم. أكيد الخطط كانت يعني أكيد الخطط تبدلت، مو بس بالنسبة لإدارة مراكز التنمية الأسرية لكن لجميع المؤسسات. اللي طبعا الجميع انتقل من الخطة البديلة، هي كانت خطة الأونلاين العالم الافتراضي. نعم. والتواصل نعم. الافتراضي. نعم. المحاضرات عن بعد والبرامج عن بعد، فقدمنا جميع دوراتنا عن بعد في البداية من بداية الجائحة. أول شيء ابتديناها بالبرامج الإعلامية وتكثيف المواد الإعلامية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخلال برامج اللايف في برنامج الانستغرام، وثم قمنا بتقديم الدورات التخصصية على حسب المحاور الحملة، يعني سواء في الإدارة الرئيسية أو الأفرع التابعة لإمارة الشارقة. الأستاذة مريم عبد الله الشرف، رئيس قسم الإعلام بإدارة مراكز التنمية الأسرية في الشارقة، شكرا لك ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا لكم. الله يعطيك الصحة. شكرا. مشاهدينا، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الاثنين بإرسال طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مقدونيا الشمالية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كوفيد-19. والمزيد نتابع هذا التقرير. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإرسال طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من أجهزة الفحص والإمدادات الطبية إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، يستفيد منها أكثر من 10,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث جاءت هذه المساعدات الإنسانية لتعزيز الجهود في احتواء انتشار فيروس كوفيد-19. قال سعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية: تحرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات مع جمهورية مقدونيا الشمالية وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وبما يعود بالخير على شعبيهما. كما أضاف سعادته: تأتي المساعدات التي أرسلت اليوم في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تم إرسال طائرة عاجلة تحمل مستلزمات طبية ومعدات للوقاية والحماية الشخصية للمساهمة في الجهود التي تبذلها الجهات الطبية المعنية بمقدونيا الشمالية، خاصة من العاملين بخط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين لاحتواء تداعيات كوفيد-19. قدمت دولة الإمارات حتى الآن أكثر من 1,613 طنا من المساعدات لأكثر من 120 دولة، استفاد منها نحو 1,600,000 من العاملين في المجال الطبي. كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، وبالتعاون مع فريق طبي من مستشفى القاسمي بإجراء 3 عمليات نوعية لهبوط الرحم بالريبورت الجراحي دافنشي. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منى عبد العزيز كشواني، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال. دكتورة، مساك الله بالخير والله يعطيك الصحة والعافية، ومبروك لكم هذا الإنجاز. جزاك الله خير. مشكور أستاذ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. المشاهدين، الله يسلمك. دكتورة، مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال أقام إجراء 3 عمليات نوعية لهبوط الرحم بالريبورت دافنشي، يعني أنا عجبني الاسم دافنشي كثير، لو تكلمينا عن تفاصيل هذا النجاح دكتورة.
نعم، خلنا نعرف السادة المشاهدين المشاهدات والمشاهدين عن موضوع مرض هبوط الرحم. أولا هبوط الرحم تعاني منه حوالي تقريبا 10% من الحريم في العالم بشكل عام، ويعتبر هو ارتخاء الحوض بالعامي نحن نسميه الافتاق. الافتاق شو؟ اللي هو نزول الأعضاء نفسها عن المستوى الطبيعي، فهو بعد يستوي في منطقة الحوض للنساء. ليش يستوي؟ يستوي عن طريق نسبة الحمل والولادة، وبعد الحرمة ما توصل مرحلة انقطاع الطمث وتقدم العمر والسمنة. نعم. شو يستوي؟ يستوي أن العضلات الحوض تضعف ويبدأ الرحم تدريجيا بالهبوط، وهذا له درجات. فنحن فريق الأطباء جراحة النساء بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال نقوم مساعدة مكتب الأطباء الزائرين والمتخصصين في الجراحات النسائية واضطرابات الحوض والمسالك البولية النسائية وفق استراتيجية وزارة الصحة لاستقطاب الكفاءات العالمية لتقديم أفضل الممارسات الطبية. نقوم بتقييم هاي الحالات، فحصها، إجراء الفحوصات اللازمة مثل فحص ديناميكية البول، ونحط خطة العلاج اللازمة لكل حالة على حسب درجة. في الحالات البسيطة نقدم العلاج الفيزيائي والطبيعي وتحسين النظام الغذائي والرياضة، وبعدين في الحالات المتقدمة اللي تكون الحرمة خلاص تكون وصلت مرحلة انقطاع الطمث وقررت هي وزوجها الاكتفاء من عدد الأطفال في الأسرة وتعاني من هاي المشكلة، نبدأ نعرض عليها الخيار الجراحي. جميل، شو يضيف هذا الإنجاز الجديد لسلسلة الإنجازات اللي حققت أو حققها برنامج جراحة الريبورت بمجال أمراض النساء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع؟ أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الروبوت مستشفى القاسمي سنة 2014، وبدت بجراحات القلب ومنها الجراحات العامة وجراحات المسالك البولية. ومن بداية من سنة 2019 بدينا لله الحمد جراحات النساء، وذلك انطلاقا من توجهات دولة الإمارات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتكون مركز دولة الإمارات مركز متميز على مستوى الشرق الأوسط في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية باستخدام جراحات الروبوت في جميع التخصصات الطبية، وتوجيهات عالية وحثيثة من معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومتابعة حثيثة كذلك من وكلاء وزارة الصحة وسعادة الدكتور سلطان العلماء والدكتور يوسف السرقاء لتطوير وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية في قطاع المستشفيات لحياة صحية مديدة. حرص وزارة الصحة في توظيف أحدث الريبورتات في مجال العمليات الجراحية، شو بتقولين في هاي النقطة دكتورة؟ في هذه النقطة الحمد لله وزارة الصحة اللي هي الجهة الأولى اللي طبقت واستخدمت الروبوت الجراحي في الدولة من 2014. شو هو النظام الجراحي الروبوتي؟ هو مو بروبوت يشتغل على الإنسان، لا، هو نظام عبارة عن أذرع، يعني أيادي جراحية في ذراع مزود محطوط له كاميرا، والذراع الثانية حاطينه فيها ماسك الأدوات الجراحية. الجراح عقب ما يدخل الأذرع هذا في بطن المريض عن طريق فتحات صغيرة في البطن يجلس قدام لوحة تحكم متصلة بحاسب آلي، زين، حذال طاولة العمليات يكون المريض نايم فيها ومتخدر. هاي الجراح يشوف الداخل الأعضاء الداخلية في جسم المريض بصورة مكبرة 10 مرات وبصورة ثلاثية الأبعاد، لذلك العمليات الجراحية بالروبوت تكون دقيقة وغالبا ما يكون فيها نزيف، ولذلك بعد العملية تكون فترة الشفاء السريعة وما فيها استخدام
مسكنة، ما نحتاج أن نعطي المريض مسكنات قوية. وكيف يتم فتح هذا الإنجاز، إنجاز لظهور تخصصات جديدة ودخول الريبورت فيها بتقنيات الجراحات الريبورتية بالتحديد؟ لأن الحمد لله استمرار النجاحات اللي بديناها في عمليات الروبوت مستشفى القاسم للنساء والولادة والأطفال شجع هذا الشيء، أن الروبوت الجراحي الدافنشي نفسه استخدم في مختلف التخصصات ومختلف مستشفيات الدولة الحكومية ومنها والخاصة، وحاليا يستخدم على نطاق واسع في مختلف أنواع الجراحات معقدة سواء أو بسيطة. جميل، وحرص الوزارة على مواصلة نجاح التحول إلى دمج الذكاء الاصطناعي بالخدمات الطبية. نعم، الحمد لله تحرص وزارة الصحة وقات المجتمع على استقطاب وتوظيف أحدث العلاجات المتطورة عالميا لتقديم خدمات صحية متميزة ولتعزيز مكانة دولة الإمارات لتحتل دائما المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في المجال الصحي عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية الطبية باستخدام جراحات الروبوت في جميع التخصصات الطبية وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071. وماذا عن نجاح جراحات الريبورت في إجراء عملية جراحية روبوتية واستشارة سريرية في تخصصات طبية خلال عامي 2019-2020؟ نعم، قمنا نحن فريق الأطباء جراحات الروبوت شفنا تقريبا حوالي أكثر من 130 مريضة محولة من الشارجة أو الإمارات الشمالية عندها مختلف المشاكل النسائية، فحصناهم وبعدين أجرينا حوالي أكثر من 100 عملية جراحية بالروبوت. لله الحمد ما في مضاعفات بعد العملية، كل السيدات كانوا يعني كثيرين من يعني يابا وغيرهم، كل سيدة شافت أنها هي نجحت رجعت جابت يابا ومرضى، خبرت زميلتها وكل أختها وقاموا والكل بدأ نعم. وحتى في مرحلة كوفيد لله الحمد أن الاستشارات هاي سويناها عن طريق برامج التواصل الإلكتروني مع مكتب الأطباء الزائرين. ممتاز. يعني العمليات اللي سويناها مثل عمليات مختلفة، عمليات أكياس المبايض، الأورام الليفية، عمليات بطانة الرحم المهاجرة، عمليات ترميم الحوض، مشاكل المسالك البولية، هذه مثل السلس البولي، هذه العمليات سابقا كان المريض يسافر الخارج أن يسويها، لكن وزارة الصحة جابت للكادر الطبي والإمكانيات والفحوصات الطبية والروبوت اللي حتى ما موجود في الخارج. نعم. الروبوت نشتغل على المرضى والحمد لله حققنا نتائج ممتازة. دكتورة منى عبد العزيز كشواني، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، شكرا لك ويعطيك ألف عافية ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا، جزاك الله خير. الله يسلمك أجمعين إن شاء الله. شكرا أستاذ حمد. إذن مشاهدين بنتوقف عند فاصل وبنرجع نواصل معاكم، بس انتوا خلكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومعاكم مستمرين في 7 على 7، حيث أقيم حفل توقيع اتفاقية بين الاتحاد للطيران واتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم في المقر الرئيسي لاتحاد كرة القدم في دبي بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وتوني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران ومحمد عبد الله البلوكي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران إلى جانب مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومحمد عبد الله الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ونتابع التفاصيل في التقرير التالي.
بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وتوني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران. وقعت الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة رئيسية متعددة السنوات مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، تصبح بموجبها الاتحاد راعيا رسميا لكرة القدم الإماراتية بما في ذلك الفريق الأول والمنتخب الأولمبي وفرق الناشئين. وتقدم الشيخ راشد بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للرياضة، مؤكدا أن دعم القيادة جعل الإمارات عاصمة للرياضة العالمية ووفر فرصة لأبناء وبنات الدولة لممارسة مختلف الألعاب، كما أسهم هذا الدعم ببناء منشآت رياضية من الطراز العالمي، مكنت المؤسسات الرياضية الإماراتية من استضافة أكبر الأحداث الدولية خلال العقود الماضية. وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالدعم الكبير الذي تقدمه الاتحاد للطيران للرياضة وللعبة الشعبية بصورة خاصة، مؤكدا أن هذه الشركة الوطنية الرائدة تلعب دورا كبيرا في دعم الرياضة محليا وخارجيا لإيمان إدارتها بأهمية النشاط الرياضي في حياة الشعوب. أبدع الرسام الإماراتي فن مهارة الرسم باليد وأبهر المتابعين له في برنامج أو في برامج التواصل الاجتماعي برسم صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. والمزيد من التفاصيل والإبداع ينضم إلينا في الاستديو فارس الحمادي فنان تشكيلي. مساك الله بالخير يا فارس ويعطيك ألف عافية، شو هذا الإبداع الجميل؟ مساك الله بالخير ونور اخوي ومشكوري على الاستضافه الجميله في قناه الفجيره. واجب الله. طبعا هذا الابداع يم بعد حاولنا شوي نطلع خارج مضمون الفرش ورسم الاستخدام. هذا اللي كنت اسالك عنه، يعني احنا تعودنا ان الرسام يا بالقلم او بالفحم او لكن باليد وبالاصابع شغله جديده. اي نعم، هو شوي قلنا بنطلع من الموضوع هذا بنستخدم بنشوف قدراتنا في اليد كيف، فسبحان الله طلعت اليد فيها مقاسات اللي هي نفس الفرشة. عندك الفرشة أنت تستخدمها للفرشة الصغيرة تستخدم للتفاصيل، نعم، والفرش اللي هي اللي شوي أكبر بتستخدمها للمساحات الكبيرة. فنفس الشيء اليد، عندك أنت الصبع صغير وشوي الوسط وشوي الأكبر تستخدم المساحات الكبيرة، والحمد لله توفقنا من أول تجربة. الحمد لله. وكيف تشوف التجربة هاي الرسم باليد يعني بدل الفرشة؟ والله هو شيء حلو، يعني شيء جميل أنك أنت تستخدم شيء منك وفيك فتحس بالشعور في اللوحة يوم أنت ترسم وتعطيها، تحس أنك أنت تعطي أكثر من ما تعطي بس بالفرشة. طبعا ما لنا غنى عن الفرشة، شيء أساسي في تكنيك أو في أنك توصل مرحلة ما تقدر توصلها باليد، لكن كتجربة ممتازة. التفاصيل، التفاصيل الدقيقة كيف تعاملت معها باليد؟ هي نعم، بخصوص التفاصيل أنا أول شيء كان عندي تحدي أني أستخدم بس الصبع واحد وأرسم فيه، ففي أشياء واجهتني اللي هي تفاصيل الصغيرة مثلا الشعر الحواجب الرمش هي هذه استخدمتها أنا حتى على أطراف الأصبع، يعني حتى استخدمت الصبع الصغير لكن بعد أخذ مساحة أكبر فاستخدمت فيها الطرف الصبع، والمساحات الكبيرة طبعا استخدمت الأصابع كلها، فأعطاني شوي شيء من أنك أنت تعرف تستخدم الفرشة بعد أكثر، يقوي عندك اليد باستخدامك للرسم في اللوحة. رسمت صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يطول بعمره. أول شيء تعطيني شعورك وأنت يعني أنجزت هذه الصورة ورسمتها وتفاصيل رسمتك، شو كان خيالك شعورك توقعك، خصوصا ان الصوره لقت استحسان وصدى كبير في التواصل الاجتماعي؟ طبعا طويل العمر غني عن التعريف، وانا رسمت بديت بالرسمه لان وقتها كان عندنا اللي لا تشيلون هم الكلمه المتداوله، نعم. فاخذت تحدي، فكانت عندي لوحه كبيره
وكنت بسويها بلون واحد اللي هو اللون الأسود. ضفت عليها شوية لون الأبيض تعطينا شوية الإضاءة، فشوي زادت من الجمالية. هذه موجودة عندنا على الشاشة كذلك. هني استخدمت فيها ألوان الزيتية نفس ما تشوفون. نعم. واستخدمت في لوحة الشيخ محمد بن زايد استخدمت فيها ألوان الأكريليك. يعني أنا جالس أشوف كيف تحرك أصابع إيدك، يعني هاي النقطة اللي لفتت. هني شوي الفيديو مسرع، لكن هني في جتني أسئلة من بعد ما رسمت الشيخ محمد بن زايد. كنت راسمنها بلونين بس، فقالوا فارس ادخل أنت بالألوان. فيوم دخلت في الألوان قلت بجربها أشوفها يعني ممتاز. هل التجربة لقت استحسان خصوصا من أهل الاختصاص؟ هي نعم جدا، بعد خذوها كتحدي يعني. بس أنا ما لي غنى يعني، أنا حتى يوم أني رسمتها ما كان توجهي أني أنا أطلع من الأدوات اللي هي الأساسية في الرسم اللي هي الفرشة وغيرها. نعم. بس هي كتجربة نوع من اختلاف شوي. تكنيكال اللي اعتمدت عليه في الرسم باليد، يعني بدل فرشة بدلت التكنيكال، هل الإحساس اختلف يعني خصوصا طرف الأصابع منطقة حساسة جدا؟ هي طبعا الفرق بين الفرشة والأصابع، الأصابع ما عندك في الدمج شوي أصعب. الفرشة شوي تأخذ وتعطي معاك على خفة اليد وتحكمك في اليد. الأصابع مثلا هاي الألوان الأكريليك سريعة الجفاف، ممكن أنها أنك أنت أثناء الدمج يتقشر اللون عندك لأنها نعم. هي تنشف بسرعة. نعم. وكيف هذه يعني هذه تستخدم بالماي أنت عشان كل ما تنتقل من اللوحة لللون شوي تحط الماي أنت تحط إيدك شوي على الماي، فمقياسك للماي كيف غير عن أن تستخدم فيه الفرشة. هني كانت فيها شوية تجربة وتحدي والحمد لله توفقنا. في إطار المألوف الفكرة، ويعني هل هي تدخل تحت بند أو جملة الجنون فنون؟ ممكن فنون جنون يعني تطبيها. ممكن لازم كل شخص عنده هواية يعني لازم يخوض في مرحلة الجنون شوي يكتسب يعني، خصوصا بالفن يعني ما تلقى فنان ما تكون عنده هلوسة جنون يعني لازم. فهل أنت تشوف أن هاي النقطة وصلتك لهذه المرحلة أنك دخلت في هذه التجربة بشكل مغامرة وشكل تحدي، بالإضافة أنه أخذت منك لمسة من الجنون أنك تتعامل مع الأصابع بدل الفرشاة؟ والله أنا يعني كداخليا فيني هالطبع شوي، لكن أنا متحفظ فيه في فترة، لأن أنا عندي هدف ثاني أبغي أوصل له. شو هالهدف؟ تمكن اللي هو من الرسم الواقعي. أتمكن منه أكثر ورسالتي توصل أكثر، وكمجتمع إماراتي نبغي نوصل الرسالة أكثر للمجتمع أن الرسم هي ما ندخلهم في الجنون شوي أنت تعيزهم أكثر في الموضوع. صحيح. لا خلهم يتقبلون فكرة الرسم، فكرة استخدامهم والرسم وثقافة الرسم بشكل عام يعني. خلها بينه وبينه يعني بينك وبين نفسك عفوا. أيوة هذه شوي أحلى شيء يعني. نعم. جميل جدا. لكل قاعدة أساس ولكل فن أساس، هل يجب على الفنان التشكيلي أن يتمكن من أساسيات الرسم؟ إذا نعم فما هي أساسيات الرسم؟ نعم أنا مع لأن الإنسان أول شيء يتمكن من أساسيات الرسم، لأن كل شيء عندنا في قاعدة اللي هي يسمها الأساس. نعم. أنت بتبني مبنى بدون أساس صحيح في المستقبل بتعاني من تصليحه ومن صيانته مهما عدلت وطورت فيه، لأن الأساس عندك فيه خلل. فإحنا كهوا أنا كفارس الحمادي هاوي أعتبر نفسي هاوي، لابد أني أنا أقوي الأساس عندي، لكن ما تبقى على الأساس تطلع. يعني عندنا وايد ناس ما شاء الله درسوا الفن لكن ما طلع من منظومة أو صندوق الدراسة، ما غامر. جميل. هي الهاوي ما عنده دراسة لكن يغامر يجرب وهذا، لكن يعاني من الأساسيات هي المقاسات، الوجه مثلا إذا بيرسم مقاسات التصميم نفسه، عندك أنواع الأدوات، عندك دمج واستخراج الألوان، هاي أساسيات تعتبر من أساسيات شوي الفن، عندك الثقافة، عندك هذه شوي الهاوي كبداية يعاني منها. في أي مجال، في أي مجال عن تجربة في الحياة، إذا ما ثقفت نفسك بتظل في مكانك ويمكن ترجع. نعم. الزمن ماشي ومتطور سريع. نعم. جميل. خلنا نتكلم عن الألوان اللي يحبها فارس.
واللي يشد فارس. وهناك في الوان اساسيه في في في, في الرسمه. شو الالوان اللي تحبها وشو هي الاساس اللي انت تستخدمه دائما في رسماتك؟ طبعا الالوان هي مختلفه، عندك الوان الاكريليك، الوان الزيتيه، الوان الباستيل، الووتر كلر. بس انا جربت تقريبا كلهم، بس اندماجي لهم الاكثر اللي هي الوان الزيتيه، وعباره ان هي ملكه الالوان تعتبر، لانها شوي من اصعب الالوان. وحبيت شوي الاكريليك يعني استخدمها مرات يوم عندي لوحات سريعه استخدم فيها الاكريليك لانها سريعه الجفاف. كيف يمكن انك تقوي بحكم انك تحب الالوان الزيتيه يعني وتستخدمها؟ انا عيبتني سالفه انك بس تحط صبعك في الماء وترجع مره ثانيه. يعني جالس اتخيلها ان فكره فعلا تعال جالس وطرف الصبع يعني فيها نوع من الجنون اللي يخليك يعني غصبا عليك تتابعه وتشوفه. يعني لو كنت تطالع لايف الكل بيتابعك انت شو تسوي، بتكون واضحه تماما. ولكن خلني اسالك ان كيف يمكن انك تقوي هذه المهاره اللي موجوده عندك والفريده؟ يعني قله قليله، ما بنقول انت الوحيد لكن بنقول قله قليله موجوده في الامارات، انت الوحيد، انا ما مر علي حد. في حد قبلك في المجال؟ والله يمكن، بس في العالم طبعا احنا متاخرين عنهم نعتبر، لكن كتجربه جميله. في اظن في ما يحضرني في احد اظن اللي هو يعتبرون من المدارس التجريديه يستخدموه عندهم اليوم. في جيل الهواة الشباب انت متفرد فيها حاليا، ممكن كلمني، هل ناوي انك تطور من نفسك؟ هل ناوي انك انت تتخصص في هذا المجال؟ انا والله اخوي امانه استخدمت الاسلوب هذا يعني فضول مني، قد بجرب، فشفت فيه اقبال كثير في السوشيال ميديا يعني، وخاصة أن اتصلوا لي علي القنوات، بعض القنوات عط ورشات لليهال وعندك المراكز الصحية، فاستغربت أنا، ما متوقع أن فطلع أن هذا الشيء في مؤسسات تدور هذا الشيء، لأنك كنت تستخدم في النهاية تستخدم فيها اليد، حواسك تشتغل. هي نعم، حواسك في المجال، هي القنوات اللي حق الأطفال قالوا نبغي نطلع شوي الياهل والأطفال، يعني نطلعهم من استخدامهم للايباد والالكترونيات، يستخدمون شوي يدهم في الموضوع. صحيح. حتى الفرشه ما نبغاهم يستخدموا شوي باليد. فعلا اعطيت ورشه سريعه رسم العين باليد. وعندك مؤسسات الصحيه مثلا فيها يسمونه الادمان الالكتروني، نعم، فيحاولون يستخدمون شيء باليد. يوم انت تستخدم باليد شوي فيها على قولتهم يقول لك المواجهه، فيها شجاعه، يعني مو اي حد يقدر يستخدم لانه شوي حاسب يخاف وهذا، لكن يوم تستخدم باليد انت تحس انت ما اكل اللوحه اكثر، انت ما اكل للعمل اكثر. انت تلاحظ اني انا ماسك القلم، الكل يستغرب اني انا ليش امسك القلم، انا من كثر ما استخدم الكيبورد صرت اني ابي امسك القلم، جات فتره ما اقدر اكتب، فبديت اني اخذ ثقلت اعصابي يعني، فقالوا لي امسك القلم، تعودت عليها السالفه اني صرت امسك القلم. هي فعلا، لان حتى الاطفال يقول لك ان من يوم سن النمو تعطيهم انت الايباد وهالامور الالكترونيه، وهو في سن النمو يصعب عليه بعدين اللمس عنده في اليد يكون بالضبط. عنده شيء ضعيف يعني، عاد اهل التخصص افضل. فارس الحمادي فنان تشكيلي، انا سعيد فيك ومفتخر فيك واتمنى لك ان شاء الله التوفيق، ونبي دائما توافينا بجديدك وابداعاتك. وانا فخور فيكم جدا ومشكورين صراحه على هذا الاهتمام، وان شاء الله بياض الوي. الله يحفظك، يعطيك الف عافيه. شكرا لك يا فارس. شكرا. مشكور. مشاهدينا وصلنا للختام، ولكن قبل ان نودعكم نلتزم لننتصر. مع السلامه.